بقي علينا الذي يقاتل دفاعا عن بلده، هل هو في سبيل الله أو لا؟ نقول إذا كنت تقاتل دفاعا عن بلدك لأنها بلد إسلامي فتريد أن تحميها من أجل أنها بلد إسلامي فهذا في سبيل الله، لأنك قاتلت لتكون كلمة الله العليا. أما إذا قاتلت من أجل أنها وطن فقط فهذا ليس في سبيل الله، لأن الميزان الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطبق عليه. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فليس في سبيل الله. ولهذا يجب أن يصحح الإنسان نيته في القتال للدفاع عن بلده بأن ينوي بذلك أنه يقاتل عن هذا البلد لأنه بلد إسلامي فيريد أن يحفظ الإسلام الذي فيه، وبهذا يكون إذا قتل شهيدا له أجر الشهداء، وإذا غنم صار سعيدا ربح إما الدنيا وإما الآخرة.